أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المنافقون موجودون في كل عصر؟ ثم إذا علم ولي الأمر أن فلان المنافق هل يجوز له قتله؟ لا، ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام. ما دام يظهر الإسلام يعامل بما يظهر منه. نحن ليس لنا إلا الظاهر، نعامله بما يظهر منه، ونفاقه إلى الله جل وعلا، هو الذي يعلم. نعم.